هذا السؤال يتورثونه الطلاب. أبو علي أثر عبيط من بدري. طلعت السرايا. أنا لما قلت لك أنا أدري بيضيع الوقت على الأستاذ. أنا لما قلت لك أنا الدواد مين طلابي السالفة ذي. الله يخلي لك أمك. أمك أمنا يا أبو. الله يسلم. ما شاء الله. كنت مع شو اسمها الشيبان عندنا في الديرة. إيه. يدرسون في الليل وعلى تريك. ما في لا إضاءة. ما جتنا الكهرباء الا يمكن 1403. اسلم. فتعال شوف انواع الضحك وانواع التنكيت على بعض وما تقول هذول الشيبان اللي برا. اذا طلعوا برا سووا رسميه وسووا. ايه. بس في الفصل قسم بالله يا الربع انا شاب صغير معهم. أسلم. اجي مع الوالد. اسلم. في واحد ولده مدرس، واحد من الشيبان ولده مدرس اسمه مطلق. المهم وعلى قولتك يعني يدرس اللغة العربية. قال فاعل ومفعول ايش اسمه؟ فاعل مرفوع. لا مطلق مفعول به. ايه لغة عربية. يا سلام. ايه مفعول به. ايه قال تخسع تخسع وعلى ابوك ما تستحي على وجهك. هو اسمه مطلق هو. قال مرة من المرات قال إن البطة، طبعا هو شاب خجول الله يصبحه بالخير الأستاذ صالح بن مطلق الغبيوي أبو طارق، إنسان خجول طبعا يتعامل مع أباه شيبان. فبلش قال البطة تسبح لأن رجيلها مشبوكة. قال بس خبري أنا قبل لا تجي. أنا يوم قلت لك من ضمن المواقف قال يعني إن الأرض تدور. إيه. قال الأرض، يقول أبوه الأرض تدور يا صالح، الأرض تدور أي الحرام من يوم أنا مولود وبيتي ثابت ما ما تحرك. هم على الفطرة على الفطرة على الفطرة. إيه. أي والله. أنا لما قلت اللفظ هذا أمك أمنا طرى لي سالفة. يمكن اليوم أنا باخذ الحلقة عليكم يا أبو صالح، تسمح لي؟ أبد أبد أبد، خذ راحتك يا أبو. مع أن اليوم عزيز. عندنا ضيف وعزيز وغالي علينا ونستناه، لأن يمكن ترى من بدأ البرنامج وحنا نستناه ما شاء الله، واليوم توه جاينا. لكن استأذنك يا حسيب ذا القصة كبو. ثم خذ راحتك يا طويل العمر. الله يسلمك. تلميذ أتعلم في مدارسكم. الله أكبر. لا لا هذا من تواضعك يا أبو ثامر. عاد شمري متى يعطينا السوالف عاد متى.